السلام عليكم، معكم الشاف صالح البتني. وصفة الغد إن شاء الله راح تكون غراتان بالجريوات أو ما يعرف بلاموسكا. وصفة بزاف بزاف بنينة وأيضا جد بسيطة وسهلة في التحضير. انتظروني غدا على 7:30 صباحا على قناتي في اليوتيوب. وبالمناسبة، بما أنه غدا راح يكون حلول سنة جديدة أول جانفي 2020، بدوري راح نتمنى لكم كل خير، نقول لكم عام سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله دوام الأفراح والنجاحات، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة للمسلمين كامل وللجزائريين خاصة، وإن شاء الله تدوم المحبة بيناتنا. هذه هي، ما بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، سهرة ممتعة، سلام.